السبت الجمعة. وستوفر الحاضنة المادية والفكرية لهذه النقاشات الطويلة. ستنتج هذه الحوارات أوراق نقاش منشورة بصيغة منقحة كمقالات كتبها مفكرون من الجمهور يقودون النقاشات وينشرونها في وسائل الإعلام المطبوعة البارزة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. سيكون المنتج النهائي عبارة عن كتاب أبيض White Papers عمل المنحة يلخص المناقشات التي جرت ويعرض وجهات النظر المتفق عليها إلى أقصى حد ممكن حول الأسئلة الأساسية التي يواجهها لبنان. سيركز النقاش عبر الحلقات والورش العديدة على 4 مواضيع أساسية: السياسة والأمن والاقتصاد والمجتمع والثقافة. وبدلاً من مجرد تقديم تشخيص للعديد من المشاكل التي يعاني منها لبنان، ستقدم هذه المناقشات والمنشورات اللاحقة خريطة طريق مستقبلية يمكن لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الرجوع إليها وتنفيذها في المستقبل. الأمل هو أن يكون هذا المجهود التعبير الأول عن منحة منهجي جديد في التعايش مع القضايا التي يعيشها لبنان على أساس نضوج هذا الوطن، إذ شهد في مئويته الأولى الأوج والحضيض، الوعد والخيبة، والإطمئنان والخطر، على أمل أن يكون قد خرج من كل هذا بقناعتين أساسيتين: الأولى أنه باقٍ وعلى أهله بالتالي الاعتناء به، والأخرى بأن بقائه هو بصون التعددية لتتميزه، وما يدعونا جميعا إلى حسن إدارة الخلاف والاختلاف واستشفاف الغد على تعدد احتمالاته مع ترسيخ الإدراك أن الأمن والرخاء والازدهار هو في أن تكون مقومات النجاح متوفرة لجميع المواطنين. نعمل بالتالي على أن يستتبع هذا الجهد الأول جهود لاحقة ذاتية ومؤسساتية تبقي مستقبل الأجيال اللبنانية القادمة في صميم الهم السياسي والإداري والأمني والاقتصادي والثقافي. بعد خطوات من هنا تقف شجرة ضخمة زرعت سنة 1923 قبل 100 عام، أي بعد إعلان جمهوريتنا بسنتين، وتعرف باسم شجرة الأثاب الهندي أو البانيان تري، تزرع كرمز للدلالة على البقاء أو الاستمرارية. تمتد جذورها العديدة لترسي نفسها في الأرض وتمنو بطريقة تؤمن الظل والأمان، ولكنها في الوقت نفسه بحاجة للتقليم والاعتناء لتستطيع أن تنمو لتبلغ مئويتها الثانية كما هو حال بلدنا لبنان الذي سيتكلمون بعد قليل. الصديقة ديانا مقلد، المسار الثقافي، العميد ناجم لاعب الأمن والدفاع، وسام منسة منسق الحوكمة والسياسات وهو معنا على الزوم، وزياد عبد الصمد منسق الاقتصاد والاجتماع. والشكر إلى الصديق حسن النيمني وباتريسيا كرم وديانا قيسي والسيد بيير لغوف والسيدة جوليانا تشيرشل وفريق العمل التابع لهذا البرنامج الذي يجهد في كل تفاصيل التقنية والمتعلقة بالمحتوى. وكذلك أريد من هنا أن أرسل تحية إلى صديق الراحل لقمان سليم الذي كان من أول مقترحي مثل هذا النشاط قبل سنتين من اغتياله في أرض جنوب اللبنانية، وهو الآن لا يزال يحلم معنا في بناء بلد يليق بنا جميعا
وأن نعيش في مستقبل من صنع أيدينا وليس قدر فرض علينا من ظالم. وشكرا. موضوع حرية التعبير والثقافة مطروح علينا كما لم نطرح من قبل. القضية الفلسطينية علقت للأسف كثير من قيم المجتمع الحديث، لكن عادة ما نطلع له كموقع للحرية، لحرية التعبير، للثقافة. عم نشوف انتكاسة عالمية بموضوع فلسطين. هالمشهد قاتم حقيقة، ولكن في أيضا نوافذ ممكن نستفيد منها. بذات الوقت اللي فيه عم تنمنع مظاهرات، اللي فيه إعلام عم يحدد كيف بيتعامل مع القضية الفلسطينية، بذات الوقت عم نشوف أعمال العمالة اللبنانية في الدول المتطبعة، وأيضا وأخيرا تأثيرها على الاجتماع والشأن الثقافي. هلا بالنسبة للعام الثالث والرابع نحن بصدد في أفكار عديدة لا تزال قائد الدراسة أدرى وقت، وبتكون نتيجة للحوارات التي سوف تحصل في هذه الفترة. يعني بالنسبة للثاني قائد أول عم بيقول إنه مئوية الأولى ما كان لازم يكون مثل ما كانت، بس نحن أنا بدي أختصر قضايا الأمن والدفاع، بتقول قديش كنا كأمن ودفاع كنا موجودين، وفعلا كان في يعني عنا جيش وعنا قوى أمنية حاضرة قادرة إنها تتعامل بهكذا موقف. التعاون الوثيق بين الدفاع والأمن لم يستطع الإرهاب أن يستقر في أي مكان في لبنان. في السنوية في المئوية الأولى كان التميز اللبناني في اعتماده دستور 1926، هذا الدستور يحصر ممارسة الحكم بالسلطات الثلاثة، والتزمت القوى العسكرية تنفيذ مهامها في تطبيق أحكام الدستور، ومارست دورها في التقيد بتكاليف السلطات. فكان لبنان الدور والرسالة في أمانه موئلا للحريات التي فقدتها بعض الدول المحيطة التي عانت من تحكم القوى العسكرية بالسلطة. من البديهيات المغيبة اليوم أن لا قيام لدولة ذات سيادة طالما أنها لا تحتكر وحدها السلاح وقرار الحرب والسلم. وهذا موضوع إشكالية كبرى أضر بالتماسك الوطني، وشاءت في مقابله طروحات الفيدرالية واللامركزية الإدارية والحيادة. فالفيدرالية مثلاً هي حل ناجح لدول أنظمتها عريقة. عمل مدور الذي يهدف إلى الخروج بنظرة مستقبلية حول لبنان في المئوية الثانية، بعد أن شهدت المئوية الأولى مراحل متنوعة فيها نجاحات كثيرة، ولكن فيها الكثير من الإخفاقات، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي. لكن انتهت المئوية الأولى إلى ما يشبه الانهيار، انهيار الدولة التي تتداعى منذ ما يقارب العقد أو أكثر. ربما يكون الفراغ الرئاسي أحد أبرز هذه التحديات، والذي يستدرج فراغات في مختلف المؤسسات الدستورية والإدارية والأمنية. وقد يكون انفجار المرفأ الذي دمر نصف العاصمة صيف 2020 أحد أبرز المؤشرات على الخلل الخطير في عمل المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية والأجهزة الأمنية والجمركية. ولكن تبقى الأزمة الأعمق هي التي يشهدها النظام الاقتصادي والمالي والمصرفي، والتي أدت إلى تبخر أموال المواطنين وتقلص الخدمات العامة إلى حدودها الدنيا، ولعلها الأخطر. وعلى الرغم من فداحة الأوضاع المعيشية، لم تباشر السلطات المعنية باقتراح الحلول الناجعة رغم مرور نيف وأربعة أعوام على اندلاع الأزمة. أمام كل هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني، لم تتمكن السلطات القضائية من وضع حد للإفلات من العقاب، ما يشجع على التمدي في الانتهاكات والارتكابات بلا وازع ولا رادع، وغالبا بشكل فج. ولكن قبل أن أبدأ في البرنامج المقترح للمسار الاقتصادي والاجتماعي، أود الإشارة إلى التطورات الإقليمية الأخيرة التي
تشهدها غزة وفلسطين اليوم والتي تتعرض لأشرس هجوم عسكري فيه كل أنواع الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، من التعرض للأطفال والنساء والمدنيين والمستشفيات ودور العبادة وإجبار الناس على الإخلاء القصري والحصار الجماعي الذي يحرم المدنيين من الغذاء والماء والدواء على مرأى ومسمع من العالم، لا بل بدعم من المجتمع الدولي. إشارتي هذه تهدف بالتأكيد إلى التعبير عن السخط والغضب والحزن والألم والتضامن، ولكن أيضاً للإشارة إلى التحديات التي تمليها هذه التطورات على الواقع في المنطقة ككل وخاصة على لبنان، ونحن في معرض التفكير حول مستقبله في مئويته الثانية. إذن سأكون في هذا البرنامج مسؤولاً عن المسار الاقتصادي والاجتماعي أو منسقاً للمسار الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيتخلله عدد من الجلسات الحوارية حول مستقبل الاقتصاد والاجتماع في لبنان في المرحلة القادمة، وما هي الرؤية والسياسات التي يفترض تبنيها لتكون المئوية الثانية أفضل من الأولى. كنت